أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث ثانوي، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مدرسة على الهواء. النهاردة برضو بنستكمل مع بعض مادة التفاضل والتكامل. هنتكلم على القيم القصوى، يعني القيم العظمى والصغرى المطلقة المعرفة على فترة مغلقة. يعني هنا دلوقتي احنا درسنا القيم العظمى والصغرى هنا المحلية، طبعا القيم العظمى والصغرى المحلية، وعرفنا القيم العظمى والصغرى المحلية ما تبقاش معرفة على فترة. لو دي معرفة على فترة بيطلب مني القيم العظمى والصغرى المطلقة. قبل ما نبدأ بنراجع مراجعة سريعة على اللي قلناه قبل كده، وبعدين نخش على درس النهاردة. فقدامي مسألة بتقول لي إيه، مديني هنا معدة منحنى، بتقول لي ص بتساوي ألف س تكعيب زائد ب س تربيع زائد ج س زائد د هنا، وقال لي المنحنى بيمر بالنقطتين 3 و0 و0 و6، وقال لي ان 2 و2 نقطة حرجة. فعايز ابين نوع النقطة الحرجة دي، هل دي عظمى محلية او صغرى محلية؟ عشان ابين نوع النقطة الحرجة ده محتاج المشتقة الثانية. لو احنا مسكنا المعادلة بتاعتي دي وجبت المشتقة الاولى، جبت ده الشرطة لسين، فبشتقها بتقول لي انها 3 الف سين تربيع زائد 2 ب سين زائد جيم، دي المشتقة الاولى. اجيب المشتقة الثانية، اما اجيب المشتقة الثانية ده الشرطتين لسين اللي هي عبارة عن 6 الف سين زائد 2 ب، يبقى ضروري اعرف قيمة الف وب عشان اقدر احدد اشارة ده الشرطتين لسين. يبقى المطلوب مني ايجاد قيمة الف وب لتحديد نوع الدالة. لو ده الشرطتين لسين اكبر من الصفر تبقى صغر، لو ده الشرطتين لسين اقل من الصفر تبقى عظمى. دي صغرى محلية ودي عظمى محلية. نبدأ مع بعض نشوف هنحل ازاي. أول حاجة بيقول لي المنحنى بيمر بالنقطتين 3 و0 و0 و6، يبقى النقطتين دول بيحققوا معادلة المنحنى. هاخد النقطة 0 و6، هنا بقول 0 و6 0 و6 تحقق معادلة المنحنى. طب اوصل من ايه؟ واضح ان السين بصفر والصاد بستة، صفر صفر صفر، يبقى اذا الدال بستة. دي اول حاجة خدتها، دال بتساوي ستة. هكتب المعادلة في الشكل الجديد، اصبحت دالة السين بتساوي الف سين تكعيب زائد ب سين تربيع زائد جيم سين زائد ستة. هجيب المشتقة النقطة، برضو النقطة هنا 3 و0 بتحقق المعادلة، يعني عندما س ب3 ص ب0، اجي هنا احط 0 وعوض هنا ب3 تبقى 27 ألف زائد 9 ب زائد 3 ج زائد 6 بتساوي 0. ابسطها كلها بتقبل القسم على 3، هنا على 3 على 3، اما اقسم على 3 دي هبص عليها، اذا 9 ألف زائد 3 ب زائد ج زائد 2 بتساوي 0، ودي معادلة رقم 1. قال لي هنا 2 و2 نقطة حرجة، 2 و2 نقطة حرجة عند النقط الحرجة، عند النقط الحرجة بعرف ان ده الشرطة لسين بتساوي 0، يبقى عند سين بتساوي 2. ده الشرطة لسين فين؟ ادي ده الشرطة لسين اهي، نجيب ده الشرطة لسين نكتبها، ادي ده الشرطة لسين كانت بتساوي 3 ألف س تربيع زائد 2 ب س زائد ج، يبقى هنا ده الشرطة الاتنين، ده الشرطة الاتنين بتساوي 0، يبقى هحط هنا 0 وهحط بدل السين 2، يبقى هنا 4 في 3 ب 12 ألف، وبعدين زائد 4 ب زائد ج برضه بتساوي 0، ودي معادلة رقم هنا 2. عندي معادلة هنا في ألف وب وجيم، ومعادلة تانية في ألف وب وجيم، هنحلهم مع بعض. يبقى هنا لسه ناقصني كمان معادلة، أنا عندي هنا أربع مجاهيل، يبقى محتاج أربع معادلات. أنا جبت واحدة الأولى طلعت منها دال، جبت دي التانية، أدي التالتة. برضو النقطة 2 و2 بتحقق معادلة المنحنى لأنها نقطة على المنحنى، يبقى 2 و2 2 و2 2 و2 تحقق معادلة المنحنى، 2 و2 تحقق معادلة المنحنى، نمشي مع بعض. يعني الصاد ب2 2 بتساوي
السين باتنين يبقى 8 ألف، يبقى 8 ألف زائد 4 ب زائد 2 جيم، والدال كانت ايه؟ ب6. طيب هندخل الاتنين دي جوه، هتقول لي ان 8 ألف زائد 4 ب زائد 2 جيم زائد 4 بتساوي 0. تقبل القسمة على 2 على 2، بقت 4 ألف زائد 2 ب زائد جيم زائد 2 بتساوي 0، ودي نمرة 3. كويس، هنحل دلوقتي المعادلة 1 و2 بحل 1 و2. نكتب 1 ونشوف هنحلهم ازاي. 1 كانت 9 ألف، أهي 9 ألف زائد 3 ب، 9 ألف زائد 3 ب زائد جيم زائد 2 بتساوي 0. طيب هناخد معاها 2، هنقول هنا 12 ألف زائد 4 ب زائد جيم برضو بتساوي 0. بالطرح 9 ناقص 12 بسالب 3 ألف، وتلاتة ب ناقص 4 ب بسالب ب، والجيم مع الجيم وزائد 2 بتساوي 0. يعني نقدر نضرب دي في سالب، نطلع الاتنين بره، واقدر او انقل دول في الطرف التاني. هتقول لي ان 3 ألف زائد ب بتساوي هنا سالب 2. طيب هنا اما اطلع دي بره سالب 2 يبقى بتساوي 2، ودي معادلة رقم 1 كده. هحل برضو، انا حليت 1 و2، هحل هنا 1 و3 مثلا. بحل 1 و3، بحل 1 و3، هنكتب 1 تاني اللي هي 9 ألف زائد 3 ب زائد جيم زائد 2 بتساوي 0. وبعدين هناخد اللي هي 3، هكتبها تحتها 4 ألف زائد 2 ب زائد جيم زائد 2 بتساوي 0. بالطرح هنطرح المعادلتين من بعض، نخلي بالنا هنا اهو، بغير الشرط اللي تحت. 9 ألف شلت منها 4 ألف بقت 5 ألف، 3 ب شلت منها ب بقت زائد ب، الجيم مع الجيم والاتنين والاتنين يبقى ده بقت 0، يبقى اذا هنا ب بتساوي سالب 5 ألف. ودي نقطة مهمة، وأنا جبت علاقة تانية بين ب، إن 3 ألف زائد ب بتساوي 2، وكنت جايب علاقة قبل كده إن 3 ألف زائد ب بتساوي 2. أدي واحدة هنا، دي 2، ودي الأولى اللي كانت عندي. هشيل ب وأحط بدلها سالب 5 ألف، يبقى 3 ألف سالب 5 ألف بتساوي 2، يبقى إذا سالب 2 ألف بتساوي اللي هو طبعا 2، يبقى اذا الالف بتاعتي، اذا الالف بتساوي اللي هي سالب 1. نبص مع بعض كده تاني الحته دي. انا طرحت عادي هنا، ادي هنا 12 يبقى سالب 3 ألف سالب ب، وبعدين هنا زائد 2، ودينا الاتنين في الطرف التاني بتغيير الاشاره، بقت هنا سالب 2. كل ده قسمته على سالب، بقت هنا 3 ألف زائد ب هنا بتساوي 2. نبص مع بعض بقى ايه اللي هو عندي ده. هنا جبت قيمة الالف، يبقى اذا الالف بتساوي سالب 1. طب والب، يبقى عوض عن الف بسالب 1، يبقى اذا الب بتساوي سالب 5 في سالب 1 اللي هي بتساوي 5. لكن انا ما قلت حتة مهمة جدا في الاول خالص، قلت انا كنت عايز المشتقة التانية. المشتقة التانية اهي قدامي، دال شرطتين لسين، دال شرطتين لسين بتساوي 6 ألف سين زائد 2 ب اللي انا جبتها في الاول. دال شرطتين لسين بتساوي 6 ألف زائد 2 ب، انا جبت قيمة الالف والب، يبقى هنا دال شرطتين لسين بتساوي الالف بسالب 1 يبقى سالب 6 سين، والب طالعة ب5 زائد 10. خلاص هنا بقى بيقول لي عايز اشوف نوع النقطة 2 و2، نوع النقطة 2 و2، هجيب هنا دال شرطتين لاتنين، دال شرطتين لاتنين بتساوي سالب 12 موجب 10، ان 2 في 6 ب 12، يبقى واضح انها بتديني سالب 2. ما دام قلت المشتقة التانية بتطلع سالبة، يبقى دي عظمة محلية، يبقى هنا النقطة
اتنين واتنين طلب مني نحى ايه عظمى محليه. نشوف الكلام اللي هو في الاختيارات اللي هو اداها لي. السؤال كان بالشكل ده، بيقول لي اذا كان منحنى الداله ص بيساوي ا س تكعيب زائد ب س تربيع زائد ج س زائد د يمر بالنقطه 3 0 3 و0 و0 و6 فان من النقطه الحرجه 2 و2 هي نقطة صفرية. غلط، هي غير معرفة. غلط، هي عظمى محلية. واضح الإجابة فعلا عظمى محلية، د صغرى محلية، يبقى الإجابة بتاعتي اللي هي ج عظمى محلية. هنشوف مسألة تانية ونخش على درسنا. السؤال التاني برضو بيتكلم بطريقة تانية، برضو أسئلة مهمة، دي أسئلة جديدة. بيقول لي إذا كانت النقطتان سالب 3 و3 وسالب 1 و1 نقطتين، سالب 1 وسالب 1 نقطتين حرجتين، أكتبهم قدامي اللي هو النقطتين سالب 3 وسالب و3 وسالب 1 وسالب 1 نقطتين حرجتين. وبعدين بيقول لي ان ص بتساوي، مديني معادلة المنحنى اللي هي ص بتساوي ألف س تكعيب زائد ب س تربيع زائد ج س زائد د، وطلب مني نوع النقطة سالب 3 و3 نوعها ايه؟ سالب 3 و3 دي نوعها ايه؟ وسالب 1 و1 نوعها ايه؟ طيب برضو نفس الخطوات، يبقى هنا مديني هنا المعادلة، معادلة المنحنى، يبقى أول حاجة بجيب المشتقة الأولى ده الشرطة لسين، ده الشرطة لسين بتساوي 3 أ س تربيع زائد 2 ب س زائد ج، يبقى ده الشرطتين لسين اللي هي المفروض 6 أ س زائد 2 ب، يبقى أنا عايز أجيب قيمة أ وب هنا عشان أعين نوعها. لو ده الشرطتين لسين اكبر من الصفر، لو ده الشرطتين لسين اكبر من الصفر يبقى دي عظمى محليه، اكبر من الصفر يبقى صغرى محليه. لو ده الشرطتين لسين اقل من الصفر يبقى عظمى محليه. طيب اولا سالب 3 و3 بتحقق معادلة المنحنى، وسالب 1 و1 بتحقق معادلة المنحنى. طيب يبقى هنا النقطة الاولى سالب 3 و3، سالب 3 و3 تحقق معادلة المنحنى. هنمشي الصاد ب3 والسين بسالب 3، سالب 3 تكعيب بالسالب 27 الف، و سالب 3 تربيع يبقى 9 ب ناقص 3 ج زائد د، ودي معادلة رقم 1. ونقطة حرجة تانية عند سالب 1 وسالب 1، برضو سالب 1 وسالب 1 تحقق معادلة المنحنى. يبقى سالب 1 بتساوي سالب 1 تكعيب بسالب، يبقى هنا سالب أ، وسالب 1 وتربيع ب1 يبقى زائد ب سالب ج زائد د، ودي نمرة 2. كويس، نبسط، بقول بطرح 2 من 1، بطرح 2 من 1، بالطرح 3 شلت منها 1 يبقى سالب سالب 1 يبقى ب4 بتساوي سالب 27 وزائد 1 يبقى بتديني سالب 26 ألف. 9 ب شلت منها ب بقت زائد 8 ب. سالب 3 ج وزائد ج بسالب 2 ج، الدال راحت مع الدال بيساوي 0. طبعا بيساوي 4 اللي عندي، دي معادلة رقم 1. 3. واحد يقول لي ممكن نبسطها نقسم على 2، نقسم على 2 بقت 2 بتساوي سالب 13 ألف زائد 4 ب ناقص ج، نخلي دي اللي هي الثلاثة الرئيسية. خلاص. طيب دلوقتي هنا والنقطة، احنا قلنا النقطتين بيحققوا معادلة المنحنى. طب وقيم عند القيم العظمى والصغرى المشتقة الأولى بتساوي صفر، يبقى هنا د شرطة لسين بتساوي صفر عندما س بتساوي سالب 3. طب ده الشرطتين لسين كانت ايه؟ ده الشرطتين، ده الشرطة لسين
كانت بتساوي 3 ألف س تربيع زائد 2 ب س زائد ج، يبقى دي بتساوي صفر. أما س بإيه؟ بتساوي سالب 3. هنعوض بس بسالب 3، سالب 3 تربيع ب9 يبقى بتساوي 27 ألف. سالب 3 يبقى سالب 6 ب زائد ج، ودي معادلة رقم 4. برضو هنا نقطتين حركتين، عندما س بتساوي سالب 1 ده الشرطة لس بتساوي صفر، ده الشرطة لس بتساوي صفر عندما س بتساوي سالب 1. برضو هنعوض هنا صفر، وهحط س بسالب 1، سالب 1 تربيع ب1 فهنا تديني 3000، سالب 2 ب زائد ج، ودي المعادلة رقم 5. نحل 4 و5 مع بعض ونشوف هنوصل ليه. هطرح بالطرح 27 شلت منها 3 بقت 24 ألف، سالب 6 ب وشلت زائد 2 ب، سالب 6 زائد 2 بتديني هنا سالب 4 ب، كل ده بيساوي صفر، كله يبقى القسمة على 4، يبقى إذا ال ب بتساوي 6 ألف. قسمت على 4 بقت سالب ب، وديت ال ب في الطرف الثاني خلاص بقت ب بسالب ب6000، ودي حته مهمه. انا قلت محتاج اللي هو الف وب، طب في معادله ثانيه؟ ممكن احل الثلاثه مع اي واحده من الاثنين. الثلاثه كانت بتقول لي كده ان 2 بتساوي سالب 13000 زائد 4 ب ناقص ج، دي اللي هي 2. احلها مع اي واحده من اللي انا طلعتهم. ممكن اخد دي اقول ان هنا ان الصفر بيساوي 3000 اهي ناقص 2 ب زائد ج، كتبت دي اهي، اشاراتي مهمه. هعمل عمليه جمع عشان اخلص من ج بالجمع المره دي. الاثنين هنا نزلت، وبعدين هنا دي سالب 10، سالب 13 يبقى سالب 10000، بجمع زائد 2 ب، كل ده بيساوي 2. طب ما انا جبت ال ب ب6 ألف، يبقى 2 بتساوي سالب 10 ألف، وبعدين شلت ال ب وحطيت 6 ألف يبقى زائد 12 ألف. طيب نيجي هنا سالب 10 موجب 12 بتديني 2 ألف، يبقى إذا 2 ألف بتساوي 2، يبقى إذا الألف بتساوي 2 وب بتساوي 6. تاني يبقى أنا جيت حاولت أبسط، خدت المعادلة اللي عندي اللي هي 2 بتساوي سالب 13000 زائد 4 ب ناقص ج، وكتبت تحتها واحدة تاني من المعادلات اللي هي 3000 ناقص 2 ب زائد ج، وما أجي أجمع طبعا هنا 2 هنا سالب 10 هنا 4 سالب 2 بتديني موجب 2، الجيم راحت. طيب نيجي شلنا البه وحطينا قيمتها البه ب6000، طبعا هنا ادي 12000 وسالب 10000 ب2000، يبقى الالف بتساوي 1، وال 2 طبعا هنا 2000 بتساوي 2 يبقى الالف ب1، والبه هتبقى ب6، يبقى 2000 بتساوي 2 يبقى الالف ب1 والبه ب6. بص معايا بقى، هنبدأ نجي المشتقة التانية. فين المشتقة التانية؟ المشتقة التانية كانت بتقول لي إيه؟ إنها دال شرطتين لسين، دال شرطتين لسين بتساوي 6 ألف سين زائد 2 ب. إحنا جبنا الألف بتساوي 1 والب طلعناها بتساوي إيه؟ 6. دال شرطتين لسين، أما أحط ألف ب1 يبقى هنا طبعا حطيت الالف بواحد يبقى 6 الف، الالف بواحد يبقى 6 ايه س زائد 2 ب. طيب السين احنا عايزين نبحث الداله اللي هو النقطه اللي هي كانت مدهاني، عايزين نبحث النقطه سالب 3 و3، سالب 3 و3، اما ناخد دي بسالب 3 يبقى ده الشرطتين لسالب 3، خلي بالك معايا، بتساوي سالب 18 زائد الب قلنا ب6 زائد 12. الإشارة هنا إيه؟ سالبة، يبقى دي صغر، هنا سالبة يبقى عظمى محلية، يبقى النقطة دي عظمى محلية. النقطة التانية بنفس الطريقة، الدال شرطتين اللي هنا لسالب 1
حطيت هنا بسالب 1 يبقى سالب 6، وبعدين هنا زائد 12 بتديني موجبة، يبقى النقطة التانية سالب 1 وسالب 1 صغرى محلين. أعزائي الطلبة، فاصل قصير ونرجع نستكمل مع بعض بقية أسئلتنا. أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث ثانوي، أهلا بكم مرة أخرى في برنامجكم مدرسة على الهواء. إحنا كنا بنتكلم مراجعة على الحلقة اللي فاتت، واتكلمنا على القيم العظمى المحلية والقيم الصغرى المحلية، وكنا بنحل مسألة. هنشوف المسألة مع بعض ونشوف نتيجة الحل. كانت المسألة بتقول لي إذا كانت النقطتان سالب 3 و3 وسالب 1 وسالب 1 نقطتين حرجتين للدالة ص بتساوي أ س تكعيب زائد ب س تربيع زائد ج س زائد د، فإن سالب 3 و3 قيمة نقط محلية، وسالب 1 وسالب 1 قيمة نقط محلية. فأنا لما جينا حلينا وطلعنا المشتقة التانية وعوضنا عن النقطة بسالب د الشرطتين لسالب 3، طلعت هنا سالبة يبقى دي عظمى محلية، يبقى النقطة سالب 3 سالب 3 و3 دي عظمى محلية. وعوضنا عن ده الشرطتين لسالب 1 وطلعت سالب 1 وسالب 1 صغرى محلية، يبقى سالب 1 وسالب 1 صغرى محلية. نشوف الإجابات الموجودة. كان مديني بيقول لي سالب 3 و3 صغرى، كلام غلط. لا، أنا طلعت سالب 3 و3 عظمى، سالب 3 و3 عظمى وسالب 1 وسالب 1 صغرى. واضح سالب 3 و3 عظمى محلية وسالب 1 وسالب 1 صغرى محلية، يبقى الإجابة بتاعتي ب. خلي بالك، بص الإجابات كلها متقاربة. سالب 3 و3 صغرى الإشارات، سالب 1 وسالب 1 صغرى غلط الكلام ده، سالب 3 وسالب 3 عظمى وسالب 1 طبعا إيه إجابتي ب. وشفنا مع بعض. هنتكلم بقى على القيم العظمى المطلقة. احنا دلوقتي لما كنا بنجيب القيم العظمى والصغرى المحليه كان في خطوات ثابته بتبعها. ايه الخطوات الثابته اللي بتبعها دي؟ كنت اول حاجه بيديني هنا الداله، بشتق الداله، بعد ما اشتق الداله بساوي الداله بصفر عشان اجيب هنا، طبعا بيديني داله ص داله س، بشتق الداله بجيب د شرطه ل س، بحط د شرطه ل س عشان اجيب قيم س اللي عندها نقط حرجه. النقط الحرجه دي ممكن تكون نقط عظمى محليه او صغرى محليه، أو نقطة هنا طبعا غير معرفة بشوفهم بالتالي. هنا النهاردة بقى ضفنا حاجة جديدة، إنها الدالة تبقى معرفة على فترة مغلقة. يعني لما الدالة تبقى معرفة على الفترة المغلقة أ و ب، في الحالة دي بجيب القيم العظمى والصغرى المطلقة، أو بسميها عظمى قصوى أو صغرى قصوى. هنشوف يعني إيه قصوى أو صغرى. يبقى خطواتي هنا اختلفت بقى. أول حاجة بجيب المشتقة الأولى، تاني حاجة بحط المشتقة الأولى بتساوي صفر عشان أجيب قيم س اللي توجد عندها نقط حرجة أو قيم عظمى وصغرى محلية. الخطوة اللي بعد كده بعمل إيه؟ بجيب القيم، القيم اللي جبتها عند المشتقة الأولى ضروري تنتمي للفترة، لو ما تنتميش للفترة بستبعد النقط دي. بضيف للنقط الحرجة، بجيب الأول حاجة أنا قلت على الفترة المغلقة أ و ب، بجيب دالة أ وبجيب دالة ب، أكبر قيمة في القيم دي بسميها قيمة عظمى مطلقة، وأصغر قيمة بسميها قيمة صغرى مطلقة. يبقى فهمنا الصغرى والمطلقة والعظمى المطلقة، يبقى ضروري الدالة تبقى معرفة على فترة مغلقة. فأنا هنا رسمت رسم هنا مهم جدا، طبعا أدي الفترة المغلقة أ و ب، وعندي منحنى الدالة أهو قدامي. فواضح النقطة عند أ دي اسمها نقطة حدية، دي اسمها نقطة حدية. ليه؟ عند طرف الفترة. دي عظمى. ده المشتقة الأولى هنا بتساوي صفر، ده الشرطة س هنا بتساوي صفر لأن المماس بيوازي محور السينات. وبرضه هنا المشتقة ده الشرطة س هنا بتساوي صفر لأن المماس بيوازي محور السينات. ودي نقطة برضو هنا د شرطة س بتساوي صفر لأن المماس بيوازي محور س. النقطة دي عظمى، والنقطة دي عظمى، والنقطة دي صغرى، لكن النقطة دي أعلى من دي، دي أعلى من دي، قيمتها أكبر من دي، يبقى دي بقول عليها عظمى قصوى، يعني أعلى قيمة للدالة عندها، يبقى دي قيمة عظمى قصوى عند النقطة دي، لكن دي عظمى مطلقة، يبقى دي عظمى مطلقة. طبعا هنا وبرضو دي نقطة حدية، لأن هنا طبعا نهاية الفترة بسميها نقطة حدية أو نقطة حرجة، وطبعا ممكن تكون نقطة صغرى قصوى، وتبقى نقطة صغرى
قصوى. يبقى عرفنا العظمى القصوى، طبعا لو عندي قيمتين دي هنا مثلا هنا 2 و8 ودي 4 ودي 5 و6، واضح الاتنين وتمانية تبقى عظمى قصوى وخمسة وستة عظمى مطلقة. يبقى فهمنا معنى كلمة عظمى مطلقة وصغرى مطلقة، ويعني ايه وعظمى قصوى وصغرى قصوى. يبقى اذا كانت الدالة متصلة على الفترة ألف ب فإن الدال ليها قيمة عظمى مطلقة وقيمة صغرى ايه مطلقة، معرفة على الفترة المغلقة ألف وب. هنشوف مع بعض المسائل بتتحل ازاي. طبعا هنا ما تبقى الدالة خلي بالك معرفة على فترة، ببص الاقي ايه هنا اشوف. طب نشوف مسائلنا الاول ونشوف ازاي. بيقول لي هنا اذا كانت الدالة دال معرفة على الفترة المغلقة ألف ب، وكانت دال شرطة لسين اقل من الصفر. هنا دال شرطة لسين اقل من الصفر، نخلي بالنا بقى دال شرطة لسين اقل من الصفر. هنا ادي منحنى الدالة، انا رسمت المنحنى اهو، ممكن المنحنى كده ممكن المنحنى كده. اما دال شرطة لسين، ادي دال شرطة لسين اولا اهي، ده الميل الاشتقاق بتاعي دال شرطة لسين هنا قلنا بتساوي ايه صفر. اما دال شرطة لسين هنا بتساوي صفر، يبقى عندي النقطة هنا دي واضح ان دي كانت الف بداية الفترة، ما هو فترة مغلقة ألف وب، أدي ألف وأدي الفترة التانية نهايتها اللي هي ب. تمام، نبص مع بعض. بيقول لي هنا إذا كانت الدالة دي معرفة على الفترة ألف وب، وكانت دال شرطة لسين أقل من الصفر. نبص هنا أهي دال شرطة هنا في الحتة دي أقل من الصفر، لأن هنا واضح إنها بتتناقص بتتناقص، دي بتتناقص بتتناقص بتتناقص، ماشية بتناقص. يبقى هنا بقول ان الدال شرطة هنا لسين بتبقى هنا، فان الدالة دالة سين بتكون ايه، هل بتساوي دالة الف، هل بتساوي الف، هل بتساوي ب، هل بتساوي دالة الف. يبقى دي واضح انها بتساوي دالة الف، بتساوي دالة الالف نفسها. يبقى دي قيمة عظمى مطلقة، عظمى مطلقة. لو بصينا هنا برضو المماس بيوازي محور السينات، لو بصينا هنا بتزيد نفسها دال شرطة لسين، هنا واضح انها بتزيد، ده هي بتزيد كده، يبقى دي اسمها صغرى مطلقة. نبص مع بعض الأسئلة بتاعتنا. بيقول لي إذا كانت الدالة دال معرفة على الفترة المغلقة ألف وب، وكانت دال شرطة لسين أقل من الصفر على نفس الفترة، فإن قيمة دال لسين العظمى المطلقة هي في على هذه الفترة، هل ألف هل ب؟ ألف دي نقطة مش دالة، ب نقطة مش دالة، هي دالة ألف، يبقى دالة ألف دي تعتبر عظمى مطلقة، وطبعا يبقى بالتالي هقول دي دالة ألف، يبقى الإجابة بتاعتي دي. نشوف التاني. إذا كانت الدالة دال معرفة على الفترة المغلقة ألف وب، وكانت دال شرطة لسين أكبر من الصفر على نفس الفترة، فإن قيمة دالة سين الصغرى، دالة سين الصغرى المطلقة على الفترة بتبقى إيه؟ طبعا قيمة دالة سين الصغرى المعرفة على الفترة هتبقى برضو بتساوي اللي هي دالة ألف برضو، يبقى دي برضو الإجابة بتاعتي اللي هي دي. نشوف سؤال بقى ونشوف هنعمل إزاي. بيقول لي إذا كانت الدالة دالة سين بتساوي 2 ألف سين تربيع زائد ب سين زائد 3، أدي دالة سين بتساوي 2 ألف سين تربيع زائد ب سين زائد 3، قيمة قصوى محلية على عند 1 و2، قيمة قصوى محلية عند 1 و2، 1 و2 قيمة قصوى محلية، ماشي. نخلي بالنا بقى، يبقى هنا واضح من هنا هو طلب مني، فإن أ زائد ب بتساوي، طلب مني قيمة أ زائد ب، يبقى عايز أجيب أ زائد ب. أولا النقطة 1 و2 بتحقق معادلة المنحنى، يعني بتحقق معادلة المنحنى، يبقى عندما س بواحد ص ب2، نعوض عن س بواحد يبقى هنا الص ب2 والس بواحد، يبقى 2 أ زائد ب زائد 3.
طيب نقدر نظبطها. يبقى ممكن اقول اذا 2 ألف زائد ب، بودي التلاتة في الطرف الايمن بتغيير الاشارة، تبقى 2 سالب 3 بتديني سالب 1. دي معادلة رقم 1. قيمة قصوى يعني المشتقة الاولى بتساوي صفر. هاجي اشتق دي اجيب المشتقة الاولى، يبقى ده الشرطة ل س، نخلي بالنا بتساوي 2 في 2 ب 4 ألف س زائد ب. ده الشرطة لسين بتساوي صفر عندما سين بتساوي واحد، يعني الكلام ده بصفر وحط سين بواحد يبقى 4 ألف زائد ب بيساوي صفر، يعني الب بسالب 4 ألف، يبقى إذن الب بتساوي سالب 4 ألف. تمام. ودي نمرة 2. أحل واحد واتنين مع بعض، هشيل 2 ألف وأشيل الب وأحط بدلها سالب 4 ألف، كل ده بيساوي سالب واحد. 2 ألف سالب 4 ألف بتديني إذن سالب 2 ألف بتساوي سالب 1، يبقى إذن الألف بتساوي نص. كويس. طيب هو أنا عايز أجيب الب، نعوض مع بعض كده في 1 من 1، 2 في نص زائد ب بتساوي سالب 1، 2 في 2 نص مع 2 ب1، يبقى هنا اذا هودي طبعا ايه 2، يبقى اذا الب بتساوي صفر. طبعا هنا واحد، هتروح هناك الواحد في الطرف الثاني باشاره سالبه، اذا ب بتساوي سالب 2. هو طلب مني الف زائد ب، الف انا جبتها بنص وب بسالب 2، يبقى الاجابه بتاعتي سالب 1.5، يبقى اجابتي سالب 1.5. نشوف الكلام ده موجود ولا مش موجود. بيقول لي إذا كانت الدالة دالة س بتساوي 2 أ س تربيع زائد ب س زائد 3 قيمة قصوى، عند القيمة القصوى واضح المشتقة الأولى بتساوي صفر، محلية عند 1 و2، ومعنى كلمة 1 و2 يعني 1 و2 بتحقق معادلة الإيه المنحنى. هنا نبدأ مع بعض، فإن أ زائد ب هل بتساوي سالب 1؟ هل سالب 1.5؟ هل 2.5؟ هل 1.5؟ واضح الإجابة بتاعتي اللي هو اللي هي سالب 1.5، يبقى اجابتي اللي هي ب اهي. نشوف المسألة التانية بتقول ايه. بيقول لي اذا كانت س تنتمي للفترة المغلقة صفر وباي، فان الدالة دالة س اللي هي س ج س زائد جتا س لها قيمة صغرى مطلقة عند س بتساوي، يعني س أول حاجة بتنتمي للفترة المغلقة صفر وما لا نهاية، صفر وباي، ودالة السين بتساوي س ج س زائد جتا س. طيب هنبدأ مع بعض نشوف خطواتنا. هنا نجيب المشتقة، بيقول لي هنا قيمة صغرى مطلقة، بجيب المشتقة الأولى، المشتقة الأولى هشتق دالة س، هنمسك ده الشرطة لسين، حاصل ضرب دالتين، الأول سين في مشتقة الجا بجتا سين، ده الأول في مشتقة التاني، زائد التاني اللي هو جا سين في مشتقة السين بواحد. خلاص خلصنا من دي، دي أهو مشتقة الجتا سين بسالب جتا سالب جا سين، مشتقة الجتا سين بجا سالب جا سين، جا سين هتروح مع سالب جا سين. طيب ما انا هجيب المشتقة التانية، هنا واضح هنا بحط الأول المشتقة الأولى بصفر، ده الشرط لسين بتساوي صفر، يبقى إذا هنا صفر بيساوي سين جتا سي، يبقى إذا سين بصفر يبقى سين بتساوي صفر وجتا سين بتساوي صفر، جتا سين بتساوي صفر، يبقى إذا سين بتساوي باي على 2، لأن هنا واضح إن جتا 90 بصفر، جتا وجتا هنا إيه؟ اللي هي صفر بواحد، يبقى جتا 90 بصفر، يبقى هنا عندي أدي صفر وباي على 2. وبعدين أنا أما قلت بدرس على الفترة دي بجيب القيم اللي بتنعدم عندها المشتقة الأولى اللي هي صفر وباي على 2 ونهاية الفترة، ما الصفر بينتمي للفترة خلاص، وبجيب بقى الباي كمان وهجيب باي. هبدأ أعوض في الدالة الرئيسية، يبقى هنا في دال شرطتين لسين هشوف مين القصوى ومين العظمى، دال شرطتين لسين
خلي بالك معايا، دال شرط سين، ادي دال شرطة لسين اهي، بقت سين جتا سين، هشتق دي بس، يبقى الاول سين في مشتقة الجتا بسالب جا سين، زائد التاني جتا سين في مشتقة السين بواحد. هنيجي نعوض بالصفر. طيب هنا لو حطينا دال شرطتين لصفر، خلي بالك صفر في دي بصفر خلاص، وهنا هقول زائد جتا صفر، جتا صفر اللي هي بتديني واحد. برضو هنا بتديني قيمة موجبة، طبعا أهم حاجة الإشارة دي موجبة، موجبة يبقى النقطة دي هنا صفر، دي ما دام موجبة صغرى محلية، صفر و صغرى محلية. هنجيب برضو الباي على اتنين، ده الشرطة شرطتين لباي على اتنين، نخلي بالنا بنعوض ده الشرطتين، هنحط هنا سالب باي على اتنين، وجا 90 بواحد، وجتا 90 بصفر، يبقى دي واضح انها بتطلع سالبة، يبقى دي عظمى مطلقة، والتانية برضو صغرى مطلقة. فاضل حاجة واحدة، الباي، ده الشرطتين لباي، نبص مع بعض، ده الشرطتين لباي، بعوض في الدالة برضو اللي هي ده الشرطتين، يبقى هنا سالب باي، وجا 180، واضح ان جا 180 بصفر، وجتا 180 يبقى دي راحت، وجتا 180 بتساوي سالب واحد، يبقى دي برضو عظمى مطلقة. هو طلب مني ايه في السؤال؟ هنا بيقول لي اذا كانت س تنتمي للفترة صفر وباي المغلقة، فإن الدالة دالة س هنا قيمة صغرى مطلقة عند س بتساوي صفر ولا واحد ولا باي ولا باي على اتنين. طبعا هنا احنا جبنا هنا عند س طلعت بصفر، طلعت صغرى مطلقة، يبقى واضح هنا بيقول لي قيمة صغرى مطلقة، يبقى واضح هنا قيمة صغرى مطلقة عندما س بتساوي الصفر، يبقى هنا والتانيين عظمى مطلقة، يبقى واضح ان الدالة بتجابتي، يبقى الإجابة بتاعتي اللي هي الإجابة ألف. نشوف سؤال تاني ونشوف بنحله ازاي. في برضو واحد تاني هيقول لي ما احنا ممكن ايه مباشرة نعمل حاجة تانية، هو عايز الصغرى المطلقة والعظمى المطلقة، ممكن اعوض مباشرة، يعني لو خدت الدالة اهي دالة س، طبعا هنا بجيب المشتقة التانية، بعوض على طول بالقيم اللي هي عندي زي ما عوضنا. عايزين القيمة العظمى، القيمة العظمى للدالة دالة س بتساوي 3 ناقص جا س، هي القيمة العظمى دالة س بتساوي 3 ناقص جا س، قيمة عظمى يعني تطلع ايه بالسالب، يبقى باجي اعوض هنا بالقيم اللي عندي. طيب نشوف مع بعض ايه القيم، هنبدأ نجيب دال شرطة لس، دال شرطة لس مشتقة التلاتة بصفر، مشتقة دي سالب جتا س، بحط سالب جتا س بصفر، يبقى جتا س هتساوي صفر، يبقى اذا س بتساوي باي على اتنين. هنجيب بعد كده اللي هو دال شرطتين لس، دال شرطتين لس هتقول لي بتساوي مشتقة الجتا، يبقى هنا بجا س. هنا مباشرة ما قال لي قيمة عظمى، واضح مين اللي تديني قيمة كبيرة، يعني أنا لو حطيت هنا السين هنا واضح إن لما أحط جا، طبعا كل ما زود القيم كل ما بتزيد قيمة الدالة، هو قيمة عظمى يبقى واضح إنها أما تبقى جا 4 أكبر من التلاتة، يبقى واضح إن هنا دي هتكون اللي هي دالة إيه الإجابة بتاعتي اللي هي دالة. نشوف برضو سؤال تاني بيقول ايه. عايزين مني القيم القصوى للدالة دالة س بتساوي س تكعيب ناقص 9 س تربيع زائد 24 ناقص 1 في الفترة من 0 و5، القيم القصوى، يبقى الدالة اهي، ناخد صفحة جديدة، الدالة دالة س بتساوي س تكعيب ناقص 9 س تربيع زائد 24 س ناقص 1 والفترة 0 و5. بص بقى الخطوات، مسألة كاملة اهي،
الخطوة الأولى بنجيب دال شرطة لسين، دال شرطة لسين، دال شرطة لسين بتلاتة س تربيع ناقص 18 س زائد 24. خلاص. بعد كده بعمل ايه؟ بجيب بحط دال شرطة لسين بصفر، نضع دال شرطة لسين بتساوي صفر، يبقى اذا واقسم على التلاتة بالمرة هتبقى س تربيع ناقص 6 س زائد 8 بتساوي صفر. احلل الكلام ده هتقول لي انها س ناقص 2 في س ناقص 4 بتساوي صفر، يبقى اذا هنا س هتساوي 2 او س بتساوي 4. نبقى هنا ده، لان هنا عددين حصل ضربهم 8 ومجموعهم 6، 2 في 4. بعد ما احلل بتاكد انا حللت صح او غلط. س في س في س تربيع، حاصل ضرب الوسطين سالب 2 س، حاصل ضرب الطرفين سالب 4 س، مجموعهم سالب 6 س، يبقى بنحل صح كده. الاتنين واربعة تنتمي للفترة، اتنين تنتمي للفترة صفر وخمسة، والاربعة برضو بتنتمي للفترة صفر وخمسة. انا قلت عشان مدام هنا معرفة على فترة يبقى بجيب القيم اللي بتنعدم عندها المشتقة الاولى ونهايتي الفترة، يبقى المفروض اجيب دالة الصفر واجيب دالة الاتنين واجيب دالة الاربعة واجيب دالة الخمسة. أكبر قيمة تبقى عظمى مطلقة وأصغر قيمة تبقى صغرى مطلقة. دالة الصفر بعوض في الدالة دي الأساسية، صفر 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 هتديني سالب واحد. بعد كده دالة الاتنين أدي 8، وبعدين ناقص 36، وبعدين زائد 48 وناقص واحد. نجمعهم، الستة وتلاتين من 48 بتديني 12، وتمانية 20 شلت منها واحد بقت 19. هنجيب دالة أربعة تربيع بأربعة وستين ناقص، طبعا هنا أربعة تربيع بستاشر، ستاشر في تسعة يبقى هنا اللي هي 144، وبعدين هنا 24 بزائد 96، لأن أربعة في أربعة بستاشر وأربعة كده ناقص واحد. 64 وناقص 144 يبقى واضح انها سالب 80، سالب 80 زائد 96 بتديني زائد 16، زائد 16 ناقص 1 بتديني 15. هنجيب دالة الخمسة، خمسة تكعيب ب 125، 25 طبعا تربيع في 9 يبقى اللي هي سالب 225، 5 في 24 ب 120 ناقص 1. نبص مع بعض، دي هتديني سالب 100، سالب 100 موجب 120 يبقى زائد 20 ناقص 1 بتساوي 19. قلنا أصغر قيمة اللي هي سالب 1، يبقى دي اسمها إيه؟ صغرى مطلقة، صغرى مطلقة. وعندي هنا القيم العظمى المطلقة عند 2 و5، يبقى عظمى مطلقة وعظمى مطلقة. يبقى دي النقط اللي هي عندي. يبقى هنا هو طلب مني ايه؟ هنا القيم العظمى للدالة دي عند الفترة دي عندما س بتساوي، طبعا احنا قلنا اهو عندما س بتساوي صفر وعند س بتساوي خمسة، واضح ان دي قيم عظمى مطلقة. نشوف سؤال تاني ونشوف هنحله ازاي. بيقول لي القيم العظمى والصغرى المطلقة للدالة، مديني دالة اهي دالة س، بتساوي س تكعيب ناقص 3 س تربيع، ومعرفة على الفترة 1 و4. خطواتي ثابتة، بجيب دال شرطة لس، دال شرطة لس، اشتق تبقى 3 س تربيع ناقص 6 س. الخطوة التانية بنحط دال شرطة لسين بتساوي صفر، دال شرطة لسين بتساوي صفر، هقسم على تلاتة، إذن هنا تلاتة سين خدتها عامل مشترك، تلاتة سين تربيع على تلاتة سين بتديني سين، سالب ستة سين على تلاتة سين بتساوي سالب اتنين، ده بيساوي صفر، يبقى إذن هنا سين بتساوي صفر أو سين بتساوي اتنين. نبص مع بعض، هل الصفر ينتمي للفترة؟ الصفر لا ينتمي للفترة المغلقة 1 و4، يبقى ده مستبعد.
واتنين تنتمي للفترة المغلقة واحد واربعة. كلام جميل. يبقى المفروض اجيب مين؟ بجيب دالة الواحد اللي هو بداية الفترة، ودالة الاتنين، ودالة الاربعة، ونشوف مين اللي هم الاكبر. كده اهم هنحط هنا بواحد، واحد تكعيب بواحد، سالب تلاتة بتديني سالب اتنين. خدنا اتنين، اتنين تكعيب بتمانية، سالب اتناشر بتديني سالب اربعة. خدنا الاربعة، اربعة تكعيب باربعة وستين، ناقص هنا 48. اشارتها ايه؟ موجبة. 8 من 14 ستة، واربعة يبقى زائد 16. هنا بيقول لي ايه؟ القيم العظمى والصغرى المطلقة للدالة دي. طيب هنا دي تعتبر عظمى مطلقة، أكبر قيمة اهي، ودي تعتبر مين الأصغر؟ سالب أربعة أصغر من سالب اتنين، ودي تعتبر صغرى مطلقة. خلي بالك إن سالب أربعة لأنها بتسبق سالب اتنين على خط الأعداد. لو رسمت خط الأعداد عشان ما فيش واحد يقول لي سالب اتنين أصغر، أهي مش في القيمة، واضح. أدي خط الأعداد، أدي صفر، سالب واحد، سالب اتنين، سالب تلاتة، سالب أربعة. واضح إن سالب أربعة تعتبر أصغر من سالب اتنين، الصفر أكبر من سالب واحد، وهكذا. يبقى واضح إنها اتنين تعتبر صغرى مطلقة، يبقى عند اتنين، اتنين دي تعتبر هنا صغرى مطلقة، وأربعة عظمى مطلقة. نشوف الكلام ده. القيم العظمى والصغرى المطلقه للداله دالت كده في الفتره دي عندما س بتساوي 0 و4. نبص مع بعض. لا 0 و2، لا 4 و2، ادي 4 وادي 2، فعلا هما النقطتين اللي عندي 4 و2. طبعا العظمى تعتبر الاولى اهي ال4، والصغرى الثانيه 4 و2. 4 و1 غلط، يبقى الاجابه بتاعتي اجي. نشوف سؤال تاني ونشوف نحله ازاي. السؤال الثاني بيقول لي القيم العظمى والصغرى المطلقة للدالة دالة س بتساوي س ناقص واحد في س ناقص اتنين الكل تربيع. مديني دالة س بتساوي هنا س ناقص واحد في س ناقص اتنين الكل تربيع، ومديني الفترة صفر وخمسة. خطوات ثابتة، ده الشرط السين. حاصل ضرب دالتين، يبقى الأول اللي هو السين ناقص واحد في مشتقة التانية، بشتق الأس الأول يبقى اتنين في سين ناقص واحد في مشتقة ما بداخل القوس، مشتقة ما بداخل القوس واحد خلاص. زائد التاني اللي هو السين ناقص اتنين الكل تربيع في مشتقة الأول في واحد. مفروض بحط ده الشرط السين بتساوي صفر، يبقى هساوي الكلام ده بصفر. حطينا الكلام ده بصفر، اتنين في س ناقص واحد في س ناقص اتنين زائد س ناقص اتنين الكل تربيع، ده بيساوي صفر. هلاحظ ان هنا س ناقص اتنين ممكن اخدها عامل مشترك. هناخد س ناقص اتنين عامل مشترك، س ناقص اتنين عامل مشترك، فتحت قوس، خلي بالك معايا دي متوزعة كده، يبقى هقول انها اتنين س ناقص اتنين زائد س ناقص اتنين، لان انا خدت قوس من الاتنين، كل ده بيساوي صفر. يبقى هنا س ناقص اتنين، وادي اتنين س وس، يبقى تلاتة س سالب اربعة، كل ده بيساوي صفر. يبقى اذا س هتساوي اتنين، او س بتساوي اربعة على تلاتة. خلي بالك، هل اتنين تنتمي للفترة صفر وخمسة؟ اتنين تنتمي للفترة صفر وخمسة، وأربعة على تلاتة برضو تنتمي للفترة صفر وخمسة. يبقى المفروض بجيب دل نهايتي الفترة، دالة الصفر، وبجيب دالة الاتنين بتساوي كام، وأجيب دالة الأربعة على تلاتة بتساوي كام، وبجيب دالة الخمسة بتساوي كام. نمشي مع بعض. عوض الدالة الرئيسية، حطينا هنا الصفر، صفر سالب واحد بسالب واحد، صفر سالب واحد يبقى سالب واحد. حطينا هنا الصفر، سالب اتنين تربيع باربعة، يبقى على طول دي هنا في اربعة، يبقى بتديني سالب اربعة.
حطينا الاثنين، لو حطينا اثنين يبقى ده اللي على طول دي بصفر، صفر بأي قيمة بصفر يبقى هنا بصفر. حطينا 4 على 3، 4 على 3 ناقص 3 على 3 بتلت، في 4 على 3 يبقى 4 على 3 ناقص 2 الكل تربيع. خلي بالك معايا، يبقى هنا 6، 4 سالب 6، 4 سالب 6 بسالب 2، سالب 2 على 3 اما ربعها يبقى تلت، في 4 على 9 يبقى هنا دي 4 على 27. دالة الخمسة، بحط 5 ناقص 1 بتديني 4، 5 ناقص 2 بتديني 3، 3 تربيع اللي هي ب9، 4 في 9 ب36. نبص مع بعض هو بيقول لي ايه. بيقول لي هنا القيمة العظمى والصغرى المطلقة للدالة دي هي 4 على، نشوف الأول مين اللي هي العظمى والصغرى المطلقة. طيب هنا نبص، هنا أقل قيمة عندي هنا طبعا دالة الصفر طلعت بسالب 4، دالة الأربعة على 3 طلعت اللي هي عندي ب4 على 27، دالة الاتنين طلعت بصفر، طبعا هنا دالة الخمسة طلعت ب36، يبقى نشوف أكبر قيمة عندي 36، يبقى دي موجودة، يبقى 5 موجودة. وبعدين هل مين الأصغر؟ هل السالب 4 ولا 4 على 27؟ واضح إن السالب 4 أصغر والصفر. يبقى مين اللي هم العظمى والصغرى؟ طبعا قلنا دي صغرى مطلقة أصغر قيمة، ودي هتبقى عظمى مطلقة. يبقى عظمى مطلقة عند الخمسة وصغرى مطلقة عند الصفر. هل نبص الإجابات مع بعض اللي هي بتاعتي؟ هنا القيم العظمى والصغرى المطلقة للدالة دي 4 على 3 وصفر ولا 5 وصفر، أي 5 وصفر عندي، ولا 4 على 3 و5 ولا 2 و5. واضح الإجابة بتاعتي اللي هي ب، اللي هي تعتبر بالنسبة لي 5 وصفر، إجابتي اللي هي الإجابة ب. نشوف سؤال تاني ونشوف نحله إزاي. السؤال التاني بيقول لي برضو القيم العظمى والصغرى المطلقة والدالة دالة كسرية، دالة كسرية، نكتب الدالة الكسرية بتاعتي. دالة س بتساوي 4 س على س تربيع زائد 1 في الفترة اللي هي تعتبر سالب 1 و3. خطوات ثابتة، أول حاجة يا مستر بنجيب المشتق ده الشرطة لس. خارج قسم الدالتين، خارج قسم الدالتين كنت بقول المقام تربيع، المقام تربيع، المقام في مشتقة البسط، المقام تربيع اللي هو س تربيع زائد 1 الكل تربيع، المقام اللي هو س تربيع زائد 1 في مشتقة البسط ب4 ناقص البسط 4 س في مشتقة المقام ب2 س. مفروض بحط ده الشرطة لس بتساوي صفر، طبعا صفر في أي قيمة بصفر يبقى مفيش مقام، يبقى مين اللي هيساوي صفر؟ اللي فوق ده 4 في س تربيع زائد 1 ناقص 8 س. تمام، هفك الأقوال. واحد يقول لي اقسم على 4 كل ده بيساوي صفر، قسمنا على 4 بقت س تربيع زائد 1 ناقص 2 س بتساوي صفر. واحد يقول لي الله ده ما هي دي مربع كامل يا مستر، س تربيع ناقص 2 س زائد 1 بتساوي صفر، اللي هي س ناقص 1 الكل تربيع بتساوي صفر، يبقى اذا هنا س بتساوي 1. هل واحد ينتمي؟ واحد ينتمي، لان الواحد محصور بين سالب 1 و3، يبقى واحد ينتمي، الواحد ينتمي للفترة سالب 1 و3. المفروض بجيب دالة السالب 1 واجيب دالة الواحد واجيب دالة التلاتة. طيب هناخد فاصل قصير ونرجع نستكمل معانا الإجابة بتاعت السؤال ده. أعزائي الطلبة أهلا بكم مرة أخرى في برنامجكم مدرسة على الهواء، بنستكمل مع بعض السؤال اللي كنا طرحناه قبل الفاصل. هنقرأ السؤال مع بعض ونشوف نستكمله إزاي. كان هنا بيقول لي القيم، القيمة العظمى المطلقة والصغرى المطلقة للدالة دالة س، دي دالة كسرية 4 س على س تربيع زائد 1 في الفترة المغلقة، فترة مغلقة سالب 1 و3. فأنا اشتقيت الدالة، طبعا أنا هنا مشتقة خارج قسم الدالتين، كنت بقول المقام تربيع، المقام في مشتقة البسط، سالب البسط في مشتقة المقام،
الاساسي مش ده. بعد كده سويت دال شرطة لسين بصفر، خطوات ثابته. سؤال مهم، سويت هنا دال شرطة لسين بتساوي صفر، قسمت طرفي المعادله على 4، طلعت هنا مقدار ثلاثي مربع كامل، واضح ان هنا سين طلعت بواحد. هل الواحد ينتمي للفترة المغلقة سالب 1 و3؟ اه الواحد ينتمي للفترة المغلقة سالب 1 و3. يبقى انا المفروض بجيب دالة الواحد واجيب نهايتي الفترة اللي هي دالة سالب 1 ودالة 3، بعوض في الدالة الرئيسية دالة سين. اما احط سالب 1 بقت سالب 4، خلي بالك 1 تربيع، سالب 1 تربيع بواحد، سالب 4 على 2 بتديني سالب 2. هناخد الواحد، خدنا الواحد، 1 زائد 1 يبقى هنا طبعا هنا 2 تحت طبعا، ايه اللي هي على 2، 4 4 في 1 ب 4، 4 على 2 بتديني 2. تمام، خدنا التلاتة، 3 في 4 ب 12، وبعدين 9 و1 10، يبقى هنا دي 1.2. خلي بالك معايا مين أكبر قيمة، أكبر قيمة اللي هي دي، يبقى دي عظمى مطلقة لأن الدالة معرفة على فترة، أصغر قيمة هي دي يبقى دي صغرى مطلقة. يبقى القيم العظمى والصغرى المطلقة عند مين؟ عند الواحد والسالب واحد. يبقى دول إجابتي المفروض، القيم العظمى والصغرى عند الواحد والسالب واحد. نبص الكلام مع بعض، هل س بتساوي سالب 1 و3؟ لا. هل 1 وسالب 1؟ هل 1 و3؟ هل 0 و3؟ واضح الإجابة بتاعتي ب هنا اللي هي تعتبر بالنسبة لي الإجابة بتاعتي اللي هي ب. نشوف سؤال تاني ونشوف هنحل ازاي. السؤال التاني بيقول لي برضو القيم العظمى، مسائل سهلة ومسائل ظريفة، الامتحان سهل. سهلة قفل ال 120، القيمة العظمى المطلقة والصغرى المطلقة للدالة دالة س، هي دالة أسية شوية، نكتبها الدالة الأسية بتاعتي، دالة س بتساوي هنا 10، س في ه أس سالب س في الفترة المغلقة 0 و4. برضو خطواتي ثابتة، يعني احنا الدرس سهل نحفظه كده ونفهمه. ده الشرطة لسين، دي برضو حاصل ضرب دالتين، الأول 10 س في مشتقة ه أس سالب س، مشتقة ه أس سالب س به أس سالب س في مشتقة سالب س بسالب، يبقى الأول في مشتقة التاني زائد التاني، يبقى هنا 10 في ه أس سالب س في مشتقة الس بواحد. خلاص، ايه الخطوة التانية يا مستر؟ بحط دال شرطة لسين بصفر، دال شرطة لسين بتساوي صفر، يبقى إذا سالب 10 في س ه أس سالب س زائد 10 ه أس سالب س، كل ده بيساوي صفر. هطلع هنا 10 ه أس سالب س عامل مشترك، 10 في ه أس سالب س عامل مشترك، هفتح قوس. هنا قسمنا على 10 في ه أس سالب س ادتني سالب س. نضرب كده، سالب 10 س في ه أس سالب س، قسمنا دي على دي ادتني 1 بيساوي صفر. طبعا ه ده عدد مرفوع لأي قيمة هيطلع عدد، يبقى واضح ده لا يساوي صفر. مين اللي هيساوي صفر ده؟ يبقى إذا السين بتساوي 1. هل الواحد تنتمي للفترة؟ اه، 1 تنتمي للفترة المغلقة 0 و4. يبقى المفروض بجيب دالة الصفر ودالة الواحد ودالة الأربعة. نشوف مع بعض دالة الصفر ودالة الواحد ودالة الأربعة. أما نحط دالة الصفر هي أس الصفر بواحد وس بصفر، يبقى والله كلها صفر اهي. أما نجيب دالة الواحد يبقى هنا واضح إن دي 10 في 1 ب 10، ه أس سالب واحد، ه أس سالب واحد اللي هي ممكن أكتبها 10 على ه. بجيب دالة الأربعة واضح إنها 10 في 4 ب 40، في ه أس سالب 4، يعني هنا ه أس سالب 4 اللي هي 40 على ه أس 4. طيب هو بيقول لي إيه؟ هنا بيقول لي القيم العظمى المطلقة والصغرى المطلقة للدالة دالة س بتساوي 10 س في ه أس سالب س في الفترة 0 و4، بتبقى عندي مين؟ نبص مع بعض، أكبر قيمة واضح إنها 10 على ه، أكبر من 40 على ه أس 4. ه خلي بالك اللي هي 2، وهنا اللي هي 71 من 1000، 848. لما اقسمها طبعا بتديني اقل من 10 على ه، يبقى واضح ان هنا عند 0 و
واحد. طبعا الصفر دي تعتبر هنا قيمة صغرى، ودي تعتبر قيمة عظمى مطلقة اللي هم صفر وواحد. يبقى الإجابة بتاعتي اللي هي ب. هنشوف سؤال تاني ونشوف هنحله ازاي. السؤال التاني معرف، الدالة معرفة بقاعدتين. بيقول لي للدالة دالة س اللي هي س تكعيب ناقص 3 س تربيع وس أقل من أو يساوي الصفر، وس تربيع ناقص 2 س وس أكبر من الصفر في الفترة المغلقة سالب 3 و3. نكتب الدالة قدامنا. دالة الس بتساوي معرفة س تكعيب ناقص 3 س تربيع وس أقل من أو يساوي الصفر، وس تربيع ناقص 2 س وس أكبر من الصفر. هنا ببدأ برضو الاشتقاق. طب هنا عندما س بصفر، لو حطيت س بصفر هنا أو هنا س بصفر، واضح إنها بصفر، يبقى واضح إنها الصفر هنا بتساوي صفر، يبقى عندما س بتساوي صفر الإجابة صفر. طيب نبدأ نجيب الاشتقاق بتاعنا. هنشتق د شرطة لس. نخلي بالنا في الاشتقاق، مشتقة س تكعيب ب3 س تربيع ناقص 6 س وس أقل من الصفر. صفر ليس لها وجود، ليس لها وجود عند س بتساوي صفر. هشتق التانية، هتبقى 2 س ناقص 2 وس أكبر من الصفر. بساوي د شرطة لس الأولى بصفر، هساوي 3 س تربيع ناقص 6 س بساويها بصفر. واحد يقول لي هناخد ال 3 س مشترك، خدنا ال 3 س مشترك على الأولى، هيتبقى س ناقص 2 هنا طبعا بتساوي صفر. يبقى هنا الس بتساوي صفر مستبعدة، يبقى س بتساوي 2. خلي بالك س بتساوي 2، لكن هنا بيقول لي س أقل من الصفر، يبقى ده مرفوض. مرفوض، لان س اقل من الصفر، الاثنين اكبر من الصفر، يبقى هستبعد الاثنين. هناخد التانية اللي هي 2 س ناقص 2 بتساوي صفر، اقسم على 2، يبقى اذا س ناقص 1 بتساوي صفر، يبقى اذا س بتساوي 1. طبعا الواحد اكبر من الصفر، يبقى هنا وفعلا الواحد اكبر من الصفر، يبقى الواحد معانا موجود. طب يبقى احنا هنا الدالة كانت عايز ابحثها على الفترة سالب 3 و3، يبقى سالب 3 و3، وقلنا هنا الواحد كمان، يبقى هنا الواحد ينتمي، الواحد ينتمي للفترة سالب 3 و3. يبقى ببدأ بجيب دالة الواحد، وبجيب دالة التلاتة، وبجيب دالة السالب 3، بعوض في الدالة الرئيسية. دالة الواحد فين؟ ما تتعوضش هنا دالة الواحد، لأن س أقل من الصفر، أعوض هنا بواحد. واحد سالب 2 بتديني سالب 1. دالة التلاتة برضو بعوض هنا، لأن التلاتة أكبر من الصفر، بعوض في الدالة التانية. 9 ناقص 6، 9 ناقص 6 بتديني 3. بجيب دالة السالب 3، دالة السالب 3 دي أقل من الصفر، يبقى بعوض في الدالة الأولى. أدي سالب 27، وكمان سالب 27 بتديني سالب 54. طبعا السالب 54 أقل من سالب 1، يبقى دي صغرى مطلقة، لأن الدالة معرفة على فترة، ودي عظمى مطلقة. يبقى هنا في عظمى مطلقة عند 3، وصغرى مطلقة عظمى مطلقة عند 3، وعند سالب 3 صغرى مطلقة. نشوف الكلام ده موجود ولا مش موجود. يبقى هنا إذا كانت الدالة س اللي هي المعرفة بقاعدتين، س تكعيب ناقص 3 س تربيع عندما س أقل من الصفر، وس تربيع ناقص 2 س عندما س أكبر من الصفر، في الفترة دي طبعا يوجد عندها قيم عظمى مطلقة وصغرى مطلقة. هنا طبعا ابص صفر وثلاثة، لا انا قلت عند ثلاثة وسالب ثلاثة، ثلاثة وسالب واحد لا، ثلاثة وسالب ثلاثة ايوة، واحد وسالب ثلاثة لا، يبقى الاجابة بتاعتي اللي هي الاجابة دي. وعرفنا مين العظمى ومين الصغرى المطلقة. طبعا هو مثلا ممكن يقول لي اجيب احداث النقطة، فالاولى بكتبها واحد وسالب واحد، التانية بكتبها ثلاثة وثلاثة،
التالتة بكتبها سالب 3 وسالب 54. لو حب يوضحهم يبقى لو طلب زيادة في السؤال بتاعي فبقول له إن التلاتة وتلاتة دي عظمى مطلقة، وبقول له إن سالب 3 و54 دي صغرى مطلقة لو طلب تحديد النقط. نشوف سؤال تاني وهنشوف لو ازاي. واحدة جذر تربيعي، عشان يبقى كل الأفكار عرضناها. للدالة دالة س الجذر التربيعي لستاشر ناقص س تربيع في الفترة سالب أربعة وتلاتة قيم س التي يوجد عندها قيم عظمى مطلقة وصغرى مطلقة. يبقى كل أنواع الدوال خدتها، دالة س بتساوي الجذر التربيعي لستاشر ناقص س تربيع، عايزينها في الفترة سالب أربعة وتلاتة. نخلي بالنا، أول حاجة بشتق الدالة دي زي ما اتفقنا، ده الشرط س. دي دالة جذرية، مشتقة ما بداخل الجذر على اتنين الجذر، مشتقة ما بداخل الجذر سالب اتنين س، لأن مشتقة الستاشر بصفر على اتنين الجذر التربيع لستاشر ناقص س تربيع. ده الشرطة لس بتساوي صفر، حطينا ده الشرطة لس بتساوي صفر، صفر في أي قيمة بصفر، يبقى هنا سالب اتنين س بتساوي صفر، إذن س بتساوي صفر. هل صفر بينتمي للفترة ولا ينتميش للفترة؟ صفر ينتمي للفترة سالب أربعة وتلاتة، يبقى المفروض بجيب دالة الصفر، دالة السالب أربعة بجيب دالة التلاتة. ألو سعيد، ازيك يا مستر؟ ازيك يا سعيد، أخبارك إيه يا سعيد؟ الحمد لله تمام. معانا متابع ولا أنا متابع؟ متابع. طيب أنا متابع وبنشكركم على المجهود الرهيب اللي أنتوا بتعملوه معانا ده. ماشي يا سعيد، عندك سؤال ولا في سؤال في بنحله أنا ده؟ عندي سؤال. اتفضل يا سعيد. إذا كانت ص بتساوي ص بتساوي نص لوغاريتم نص لوغاريتم افتح قوس واحد ناقص جتا اتنين س واحد ناقص جتا اتنين س على واحد زائد جتا اتنين س على واحد زائد جتا اتنين س للأساس هي. للأساس هي. أوجد دال ص على دال س. خليك معايا كده لأن السؤال ده حليناه كده، هقوله لك بسرعة. دال ص على دال س. بص يا سعيد، في نقطة مهمة باستمرار أنا بكررها في كل حلقة. كنت كاتب جتا اتنين س، مركز معايا يا سعيد؟ مركز جتا معاك. اتنين س بتساوي اتنين جتا تربيع س ناقص واحد، وممكن تمام هنا تمام كده. فانا ممكن تمام اشيل دلوقتي هنا اتنين واحد ناقص جتا اتنين س، وبرضه هنا بعمل ايه؟ وبتساوي واحد ناقص اتنين جا تربيع س. فاكر الكلام واحد. ده؟ فاكر تمام. بص بقى، هجيب اتنين جا تربيع س في الطرف الايمن وودي جتا اتنين س في الطرف الايسر، هتبقى اتنين جا تربيع س بتساوي واحد ناقص جتا اتنين س، صح كده؟ تمام صح. واتنين جتا تربيع س بتساوي واحد زائد جتا اتنين س. تمام. هشيل بقى مين؟ هشيل واحد ناقص اتنين جتا تربيع س واحط بدلها. بص بقى شكل المسألة سهل ازاي، ص بتساوي نص بره اهي في لوغاريتم، شلت اللي فوق ده هحط بدلها اتنين جتا تربيع س، واشيل تمام اللي تحت احط بدلها اتنين جتا تربيع س. تمام؟ تمام الاتنين مع الاتنين. واحد يقول لي يا مستر ما انا ده على ممكن، جتا بالصوت. برافو عليك، بس خلي بالك ادي النص لسه انا ماشي معاك اهو، ده انت حليتها اهو تمام. يا راجل يا راجل. الكل تربيع مش كده؟ تمام. التربيع مع النص، وكمل لوغاريتم كده بقول للاساس هي، يبقى بقول واحد على ظا س في مشتقة الظا، يبقى ص شرطة بتساوي طبعا هنا واحد على ظا س مشتقة الظا، فاكرها بايه؟ بقاف واحد على ظا بقاف تربيع. تربيع س. تمام، ممكن تمام ابسطها، القا تربيع س اللي هي واحد على جتا تربيع س، صح كده؟ صح. والظا ايه؟ جا س تحت والجتا فوق. تمام؟ تمام. التربيع دي مع دي، يبقى دي اصبحت هنا اللي هي واحد على جا س جتا س. واحد يقول لي ممكن اكتبها بشكل تاني؟ اقول له ممكن اكتبها ايه؟ جت اللي هي ها؟ ج س ج س هضرب فوق في اللي هي اتنين وتحت اتنين، هريحك، اتنين فوق واتنين تحت، اتنين ج س جتا س، اللي هي بجتا اتنين س. لا، اتنين ج س جتا س اللي هي ممكن بتساوي اشيلها اتنين جتا س، اللي هي بتساوي جا اتنين جتا س، اتنين س جتا اتنين اتنين س. جا اتنين س، مش كده؟ تمام. اما اطلعها فوق تبقى ايه؟ بص انا طلعتها لك بكذا، قطم المسألة فيها كده مقلوب الجا ايه؟ قطمت كده؟
اوكي، حلينا المسألة، عرضناها بكل الأفكار بتاعتنا زي ما شفنا كده. هنرجع لمسألتنا بقى مع بعض تاني، وكان مسألتنا نسينا، واحنا قلنا نقول بس المسألة بسرعة عشان الناس اللي كانت متابعانا. الدالة دالة س بتساوي الجذر التربيعي ل 16 ناقص س تربيع في الفترة سالب 4 و3، قيم س التي يوجد عندها قيم عظمى مطلقة وقيم صغرى مطلقة. طبعا انا خطواتي ثابته، بحاول اثبت خطواتي عشان انت تقدر ايه تمشي على نفس الخطوات. واضح مشتقه ما بداخل الجذر على 2 الجذر. طبعا انا لما سويت ده بصفر، خطوات ثابته برضو بنقول بنساوي صفر، طلعت س بالصفر. هل صفر تنتمي للفتره؟ تنتمي للفتره، يبقى المفروض بجيب داله الصفر، داله سالب 4، داله الثلاثه. نجيب داله الصفر، بعوض هنا، اما احط هنا س بصفر يبقى الجذر التربيعي ل 16، الجذر التربيعي ل 16 بتساوي 4. اما نحط سالب 4، سالب 4 تربيع ب 16، 16 ناقص 16 بتديني صفر، يبقى بصفر. حطينا الثلاثة، 16 ناقص 9 بجذر 7. طبعا اكبر قيمة واضح انها 4، يبقى دي اسمها عظمى مطلقة. ليه؟ لأنها معرفة على الفترة. ودي صغرى مطلقة لأنها معرفة على الفترة، ودي ما اللي تلزمنيش. يبقى القيم عندي هنا، لو قال لي إيه النقطة هقول له 0 و4. طب أنا عايز السين، خلي بالك دي عظمى مطلقة، وهنا هكتب سالب 4 و0، دي صغرى مطلقة. يبقى هو عايز قيم سين، يبقى 0 و 4. الإجابة بتاعتي 0 و 4. نشوف 0 و 4 موجودة ولا مش موجودة. هنا بيقول لي 0 و3، 0 و 4، 0 و4، 3 و 4. يبقى الإجابة بتاعتي اللي هي ب، زي ما شفنا كده مع بعض، إجابتي اللي هي ب. نشوف سؤال تاني وهنشوف نحله إزاي. السؤال التاني بيقول إيه؟ للدالة دالة س، س ناقص 4 مقياس س، خلي بالك فكرة تانية، مقياس س في الفترة 1 و4. دالة س بتساوي هنا س ناقص 4 مقياس س في الفترة المغلقة 1 و4. أول حاجة، بعيد تعريف الدالة بدون استخدام رمز المقياس. بعيد تعريف الدالة بدون استخدام رمز المقياس، إزاي يا مستر؟ نمشي مع بعض. هنا اولا افكرك تاني ان مقياس س، طبعا كنت اما اعيد تعريفه كنت بكتب انه س اما يكون س اكبر من الصفر، وصفر عندما س بتساوي صفر، وسالب س عندما س اقل من الصفر. يعني انا هكتب دالة الس بتاعتي كده يا مستر، دالة الس بتساوي، هعرفها كده، هاخدها بس، يبقى هقول س في س ناقص 4 أما س أكبر من الصفر، وصفر عندما س بتساوي صفر، وسالب س في س ناقص 4 أما س أقل من الصفر. أفك الأقواس، يعني أصبحت دالة الس يا مستر بتساوي اللي هي س تربيع ناقص 4 س، وس أكبر من الصفر. وهنا سالب س تربيع زائد 4 س، وس أقل من الصفر، وصفر اما س بيساوي صفر. خلي بالك هو عايزها في الفتره 1 و4، اما اجي هنا اكبر من الصفر، يعني واضح ان هنا هاخد الفتره دي مش هاخد دي، لان حدودي 1 و4، يبقى هستبعد دي خالص، دي مستبعده، دي مستبعده. ليه مستبعده؟ لان الفتره بتاعتي موجبه اكبر من الصفر، يبقى هاخد الداله اللي فوق، هاخد بقى داله الس بتساوي س تربيع ناقص 4 س. ما خدتش التانية ليه يا مستر؟ لأن الفترة بتاعتي من 1 ل 4، ما قالش من سالب 1 ل 4. بعد كده الخطوة التانية بجيب د شرطة ل س، د شرطة ل س، د شرطة ل س هتساوي 2 س سالب 4، د شرطة ل س بتساوي صفر، د شرطة ل س بتساوي صفر، يبقى إذا الس بتساوي 2. طيب يبقى أنا هجيب الاتنين تنتمي للفترة، بحل كده برضو واكتب قدامي ان اتنين تنتمي للفترة 1 و4. يبقى المفروض بجيب دالة الواحد ودالة الاتنين ودالة الاربعة. تمام، دالة الواحد بتساوي كام؟ هعوض هنا عن 1
واحد في سالب أربعة، واحد وسالب أربعة سالب تلاتة، يبقى دي سالب تلاتة. دالة الاتنين بسالب اتنين، دالة الأربعة بصفر. طيب أنا القيمة العظمى صفر أكبر من سالب اتنين وسالب تلاتة، والقيمة الصغرى سالب تلاتة، يبقى هنا واحد وسالب تلاتة دي صغرى مطلقة، وهنا أربعة وصفر عظمى مطلقة، لكن هو عايز قيمة س، يبقى عند واحد وأربعة. نبص مع بعض كده، هنا قيمة عظمى مطلقة وقيمة صغرى مطلقة عند النقط واحد واتنين، ولا واحد وأربعة، ولا اتنين وأربعة، ولا صفر وأربعة. هنا طبعا هنا واحد طلعت بسالب تلاتة، وسالب تلاتة قلنا أصغر من سالب اتنين، يبقى دي صغرى مطلقة. وأربعة، أما هنا أربعة قيمتها صفر، يبقى واضح إنها عند واحد وأربعة، يبقى الإجابة بتاعتي ب، يبقى إجابتي اللي هي ب. هنشوف بقى التحدب لأعلى والتحدب لأسفل. قبل كده أنا كنت لما جيت رسمت منحنياتي كده، كنت عملت كده، رسمت دالة أهي، وكان كده المنحنى هنا في الفترة دي مثلا كده، ومنحنى كده. لو حاولت رسمت منحنيات مماسات للمنحنى ده، هبص الاقي المماسات بتقع اسفل المنحنى. هنا مادام كده يبقى واضح المنحنى محدب لاعلى، مماسات المنحنى كلها بتقع اسفله اهي، ده اسمه محدب لاعلى، لان جميع مماساته تقع اسفله. طب لو رسمنا مماس هنا ومماس هنا ومماس هنا، ببص الاقي كل المماسات بتقع اعلى المستوى، يبقى ده محدب لاعلى. هنا المحدب لاعلى والمحدب لاسفل، انا بجيب المشتقه الثانيه، المشتقه الثانيه ده الشرطتين لسين، لو كانت اكبر من الصفر بيبقى المنحنى، طبعا اكبر موجبه، يبقى هنا المنحنى بتاعي محدب لاعلى كده اهو، محدب لاعلى. لو ده الشرطتين لسين اقل من الصفر يبقى المنحنى محدب لاسفل، يبقى هنا اللي هو كده الكلام بتاعي. نشوف بقى المسائل بتاعتي بتشوف ايه الكلام ده ازاي. نشوف مسائل سريعة كده عشان نقدر نستفاد. لو عندي هنا دالة كده، دالة س بتساوي س تكعيب ناقص 6 س تربيع زائد 9، طلب مني ايه؟ عايزين نعين فترات التحدب لأعلى وفترات التحدب لأسفل ونقط الانقلاب. عايزين التحدب لأعلى والتحدب لأسفل ونقط الانقلاب. نبص مع بعض، خطوات ثابتة. أول حاجة بجيب المشتقة الأولى، ده الشرطة لسين. أما اشتق ده الشرطة لسين هتقول لي إنها 3 س تربيع ناقص 12 س. الخطوة الثانية بحط ده الشرطة لسين بتساوي صفر، يبقى هطلع 3 س مشترك. 3 س تربيع على 3 س بتديني س، سالب 12 س على 3 س بسالب 4 بتساوي صفر، يبقى إذن السين بتساوي صفر أو س بتساوي 4. تمام، إحنا كنا قبل كده بنعمل إيه؟ أفكرك، كنا بنرسم كده خط الأعداد، وبعدين بنشوف هنا قيم س. فكنا بنقول الآتي، بنقول هنا دي الدالة، دي دالة تربيعية، فهنا أصفار الدالة كانت 0 و4، يبقى هنا الصفر وهنا الأربعة، هنا عكس إشارة معامل س تربيع، يبقى هنا سالب سالب، وهنا موجب وهنا موجب. فكنا بنقول دي دالة متزايدة كده، متزايدة، دي متناقصة،
ودي متزايدة. كنا اتفقنا ان هنا س بتساوي صفر، المماثل المنحنى عند النقطة دي بيوازي محور السينات، وخلاص عرفنا الصورة دي. طب رسم المنحنى ده بيبقى ازاي يا مستر؟ بيبقى كده متزايدة ومتناقصة، والمماس هنا بيوازي محور السينات. طب هنا متناقصة، المماس بيوازي محور السينات، متزايدة. طيب المنحنى هنا محدب لأعلى، محدب لأعلى، هنا محدب لأسفل. كويس. النقطة اللي بتفصل بينهم اسمها نقطة انقلاب. طيب دلوقتي هنا طلب مني ايه؟ يبقى هنا هكتب له دلوقتي المنحنى ايه؟ عايزين نعين فترات التزايد. يبقى هنا واضح، هقول هنا المنحنى محدب لأعلى في الفترة دي من كده سالب ما لا نهاية لغاية صفر، مفتوحة من سالب ما لا نهاية وصفر وأربعة وما لا نهاية. طب خلاص المنحنى محدب لأعلى، المنحنى محدب لأسفل في الفترة من إيه؟ من صفر وأربعة. جينا بقى عايزين نجيب نقطة الانقلاب. عشان أجيب نقطة الانقلاب بحط المشتقة التانية بصفر، يبقى هجيب المشتقة التانية. أنا جبت المشتقة الأولى، هجيب المشتقة التانية بتاعتي. نخلي بالنا أدي هنا ده الشرطة لسين أهي كانت قدامي، ده الشرطة لسين كانت بتساوي 3 س تربيع ناقص 12 س. ده الشرطتين لس هشتق كمان مرة، هتبقى 6 س ناقص 12. عشان نجيب نقطة الانقلاب بنضع د شرطتين لس بتساوي صفر لإيجاد نقط الانقلاب. يبقى 6 س ناقص 12 هتساوي صفر، يبقى إذا س بتساوي 2. طب هو عايز نقطة الانقلاب، يبقى بعوض في الدالة الرئيسية عن س بتساوي 2. عندما س بتساوي 2 يبقى دالة الاتنين اتنين تكعيب بتساوي 8 ناقص 6 في 4 ب 24 زائد 9. 9 و 8 17، يبقى سالب 24 زائد 17، الشرط الأكبر سالبة، يبقى بتساوي سالب 7. يبقى هنقدر نقول 2 وسالب 7 نقطة انقلاب. يبقى هنا المنحنى عرفت ازاي احدد فترات التحدب لاعلى وفترات التحدب لاسفل، وقلت هنا المشتقه الثانيه. طبعا انا المماس هنا للمنحنى اما يوازي محور السينات، يبقى المشتقه الاولى هنا بتساوي صفر. شوف سؤال تاني وهنشوف ازاي. مديني سؤال تاني بيقول لي ان داله س بتساوي س اس 4 ناقص 4 س تكعيب زائد 6 س تربيع زائد 5. كويس. برضو عايزين نعين فترات التحدب لأعلى وفترات التحدب لأسفل ونقطة الانقلاب. أول حاجة بجيب المشتقة الأولى، ده الشرطة لس، هشتق هتبقى 4 س تكعيب ناقص 12 س تربيع زائد 12 س، ده المشتقة الأولى. بعد كده ببدأ أحط المشتقة الأولى بصفر، يبقى 4 س تكعيب 12 س تربيع زائد 12 س، كل ده هحط ده الشرطة لس بتساوي صفر. طيب إذا 4 وأقسم على 4 بالمرة، أطلع 4 س مشترك بره، 4 س مشترك بره، على الأولى هتبقى س تربيع، على الثانية سالب 3 س، على الثالثة هتبقى زائد 3. هنا طبعا قسمت على 4، يبقى هنا على 4 يبقى زائد 3، اللي هي عندي احنا قلنا 4 6 في 2 ب 12، 3 في 4 ب 12، ماشي، اللي هي زائد 3. خلاص يبقى هنا لو جينا ده كله بيساوي صفر، يبقى هنا 4 س تكعيب ماشي زائد ناقص 12 س ناقص 3.
هنا بقى ببدأ أجيب المشتقة التانية، دال شرطتين لسين. أما أجيب دال شرطتين لسين، خلي بالك 12 سين تربيع ناقص 24 سين زائد 12، هنحط دال شرطتين لسين بتساوي صفر عشان نجيب نقط الانقلاب. يبقى هطلع 12 مشترك، يبقى 12 مشترك هتبقى س تربيع ناقص 2 س زائد 1 بتساوي صفر. هنا اما احط ده بصفر يبقى هبص الاقي ان الدالة دي مربع كامل، يعني س تربيع ناقص 2 س زائد 1 بتساوي صفر، اللي هي س ناقص 1 الكل تربيع بتساوي صفر، يبقى اذا س بتساوي 1 نقطة انقلاب. تمام. هنا نشوف مع بعض اللي هو نقطة الانقلاب اللي عندي. ببدأ قبل نقطة الانقلاب بشوف بقى هنا، برسم خط الإعداد بتاعتي أهو، دي نقطة انقلاب. نبص هنا قبل نقطة الانقلاب، يعني دي واحد عندها نقطة انقلاب، هناخد قيمة قبل الواحد وقيمة بعد الواحد. قبل الواحد خدت قيمة ولتكن إيه؟ صفر. لو حطيت هنا الصفر هتطلع دي بالموجب، المشتقة التانية طلعت موجب. لو حطينا قيمة أكبر من الواحد طبعا هبص ألاقي المشتقة التانية، بعوض في المشتقة التانية، حطينا برضو هنا قيمة أكبر من الواحد. نبص مع بعض، خدنا التلاتة مثلا يبقى دال شرطتين لتلاتة. نبص مع بعض أدي هنا 12 في 9 ناقص 24 في اللي هي 9 في 3 زائد 12. اما ناخد 12 مشترك كده 12 مشترك هتبقى هنا ادي 9، وبعدين خلي بالك خدنا 12 سالب 6 زائد 1، واضح هتطلع موجبة. يبقى واضح هنا المنحنى ده كله بيكون ايه؟ هنا دال شرطتين لسين موجبة. احنا قلنا اما تكون دال شرطتين لسين موجبة يبقى هنا عندي على طول اكبر من صفر جميع قيم سين، يبقى هنا في الحالة دي بستنتج ان المنحنى محدب لاسفل، لكن نقطة الانقلاب كام؟ باجي بعوض في معادلة الدالة الرئيسية، يبقى هنا دالة الواحد بتساوي واحد ناقص 4 زائد 6 زائد 5. ادي واحد وسالب 4 بسالب 3 زائد 6 بتديني 3 و5 8، يبقى 1 و8 نقطة انقلاب. نشوف برضو سؤال تاني وهنشوف هنحله ازاي. سؤال تاني بيقول لي دالة السين بتساوي 6 سين تكعيب ناقص سين أس 4. برضو عايز أعين فترات الايه التحدب لأعلى والتحدب لأسفل، واللي هي عندي كده نجيب دال شرطة لسين، دال شرطة لسين مشتقتها 18 س تربيع ناقص 4 س تكعيب، ده الشرطة ل س بتساوي صفر. هنطلع هنا 2، هنطلع 2 س تربيع مشترك، هفتح على الأولى هتبقى 9، على التانية هتبقى ناقص 2 س بتساوي صفر. نجرب كده 2 في س، 2 في 9 ب 18 س تربيع، وبعدين 2 في 4 ب 8، 2 في 2 ب 4 س تكعيب. يبقى اذا هنا س بتساوي صفر او س بتساوي 4.5، 9 على 2 ب 4.5. برسم خط الاعداد. عندي هنا اصفار الداله صفرين اهم، صفر و4.5. باخد قيمة أقل من الصفر، قيمة أقل من الصفر وبعوض في دال شرطة لسين. خدت قيمة أقل من الصفر، خدت سالب واحد. أما أخد هنا سالب واحد، سالب في سالب بموجب بقى دي موجبة. قيمة أكبر من الصفر، خدنا الإيه؟ الواحد. قيمة أكبر من الصفر بين واحد محصورة بين واحد وأربعة ونص. خدنا القيمة أكبر من الصفر، خلي بالك خدنا إيه؟ الواحد. واحد 9 ناقص 2، وواحد أما أربعه بواحد برضو دي إيه؟ موجب. خدنا قيمة أكبر من 4.5، خدنا الخمسة سالب 10
سالب 10 موجب 9 بتديني هنا سالب. خلي بالك بقى هنا، نبص لدي، هنا موجب يعني متصاعدة، وهنا نازل سالب. يبقى هنا هقول ان المنحنى واضح انه هنا فترة التزايد، واضح ان المنحنى محدب لايه؟ لاعلى في الفترة دي، وبعدين قلب اهو كده. يبقى هنا واضح المنحنى محدب لاعلى في الفترة دي، يبقى هنا بحدد نقط الايه؟ المنحنى. لكن عندي نقطتين انقلاب، يبقى نقطة الانقلاب الاولى س بتساوي 0 وس بتساوي 4.5. يبقى بعوض في معادلة الدالة، عندما س بصفر دالة الصفر بتساوي، هحط س بصفر هتطلع بصفر، يبقى صفر وصفر نقطة انقلاب. وبعدين بجيب دالة الأربعة ونص، يعني دالة 9/2، دالة 9/2 بعوض في معادلة المنحنى، يبقى هنا 6 في 9/2، يعني هنا أقول 9 تكعيب، يعني 81 في 9/8 ناقص 9 81 في 81/2 أس 4 ب16. نبص مع بعض، دي على الاتنين فيها التلاتة، دي على الاتنين فيها الأربعة. يبقى هنا هطلع 81/4 عامل مشترك، 81 في 9/4 عامل مشترك، خلاص 81 في 9/4 عامل مشترك، أو ممكن هنا 81 في 27 في 3 كمان بره أهي. على الأولى هتطلع هنا فيها الواحد ناقص واحد، هنا على طبعا على 27 فيها التلاتة على 4، طلعنا 4 تلات أرباع، 1 ناقص 3 أرباع بربع. يبقى واضح إن هنا اللي هي 81 في 27 على هنا طبعا دي ربع في كده، يبقى على 16. يبقى النقطة دي نقطة انقلاب والنقطة دي نقطة انقلاب. نشوف سؤال تاني ونشوف هتحله ازاي. ماشي أعزائي الطلبة، طبعا احنا شفنا قدر كبير من الأفكار، وإلى اللقاء في حلقات أخرى هنستكمل مع بعض رسم المنحنيات بقى، ونشوف هنبدأ ننهي الباب ده ونبدأ على نخش على باب جديد. وإلى اللقاء في حلقات أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.